السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جالس ألعب الأكاونت هذا عشان أبغى أخلص الميشنز اللي لا حتطول، بعدين أرجع الأكاونت الثاني عشان أبغى أكمل ألفله أشتري فيه الشامبيونز. ليش مسولو ديو؟ والله ما لعبت لي أسبوع يا حمود يا حبيبي، ما دخلت الجيم ولا سويت ستريم من يوم السبت الماضي. ف يعني أبغى بس يعني يدي تشتغل تاني. يدي ما حتشتغل أنا متأكد يعني. فوق وضعنا مزري، هذا ليفل 6 وهي دايزنا. شوفوا دحين يموت، شوفوا دحين يموت، يمكن أتفل نب أبي نضيع وقت مع الناس هذول. يموت منه 3 مرات وأنا جيت في جهته عشان نساعده، وبعدين إيش؟ بعدين يقول لك إذا ما تجي تساعدني حيخلص الجيم. كيف أساعدك أنا أموت؟ إذا جيت أموت معك. بس انت كده هتخسر لانهم كلهم كسبانين. هي فيها جيم ما تقدر تسوي فيها حاجه حبيبي، احسن شيء تسويه تلعب على الوين كونديشن حقك. اخر الجيم قد ما اقدر، هذا اللي اقدر اسويه. اي فايت دحين انا ايلوز. هذا اخذ مني كلين لما نزل تحت، ما سوى بي شيء، بالعكس عدم الدنيا جالس ياخذ لي جنجل. يا ولدي سبته مات يا واد، يعورته يا واد. انا اسف كله الاثنين والله كلهم يعور. حسبتهم ماتوا لما دخلت كده في وسطه، حسبتهم ماتوا. ود ايلو بليز، الله ايلو ابو كلب. هي فليكس جيم يعني، فما اتوقع اي حاجه يعني. كان لازم تخاطر في كم فايت. طابت طابت خابت خابت. لا 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 لا، لو كنت ايرلي جيم شامبيون اسوي الكلام هذا. لما اكون اوريدي مره متاخر بعيد ما حيفرق، بس يشوفني جاي في الطريق يموت قبل ما اوصل له ما حيفرق. وقفت العب اي دي سي؟ لا ما وقفت العب اي دي سي. في الفري سيزن دحين جالس اتعلم جنجل، بس اي دي سي باقي يعني الحب. اتذكرك زمان وان تريك سيفر. ما عمري كنت وان تريك سيفر، اي نيفر وان تريك حبيبي. انا دائما امسك شامبيون لين اتعلم عليه وامشي اللي بعده. هلعب جنجل جريفز كيندريد، انا امسك شامبيون اتعلم عليه بعدين اروح اللي بعده. أذكر وان تريك سيفر. رب لا تحلف يا أخي، ما عمري وان تريك، ما عمري سويت وان تريك. أتذكرك لما بطلتها؟ لا ما بطلتها، ما زلت ألعبها. أنا دائما أعطي نفس النصيحة، أمسك شامبيون أتمكن منه روح اللي بعده. لعبت سيفر، بعدين لعبت كيتلين، بعدين لعبت زريل، بعدين لعبت لوسيان. أو لا كيتلين آخر واحدة، زريل وسيفر مع بعض، وبعدين لوسيان، وبعدين ضفت كيتلين، بعدين أش. الخمسة هذول لما كنت تيجي كنت تشوفني ألعبها يعني، بس مو وان تريك. ما حستحي أقول لك وان تريك أسان نرد حبيبي يعني، ما هو عيب أصلا يعني ما حستحي أقول لك كنت OTP يعني. بقول لك يعني أنا بس دائما أنا لما نمسك أهو زي دحين غريبز لي شهرين جالس ألعبه، صرت OTP غريبز. لا This is what it takes to learn this game يا أخواني. لازم تمسك الشامبيون تفحص أهله تلعب فيه 400-500 جيم عشان خلاص يصير muscle memory، بعدين تنقل اللي بعده. أنا جاي اوكي. wasn't a bad flash، wasn't the best، wasn't bad. اتوقعت انه يموت، قلت حفلش عشان اوتو. شكرا. تعال تحت الدورة بسرعة. شوف عندك الباسف حقك تنك. واي يو نيد تو go 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 اسحب
مسكين هذا. حلو 700 دولار هذا يعني حلو. ايش يسوي يا ابني؟ ايش يسوي يا ابني؟ ايش يسوي يا ابني؟ اوتو مسكين والتاني اوتو كمان. افا اوكي مات بس اوكي خلي ولي انديد لا أحد ما كل أمته بيطو. هلا أهلا وسهلا. ممكن تشرح إيش معنى زون إنفلونس؟ الفكرة فيها إنه إيش الرينج حق الشامبيون حقك اللي ممكن تأثر بيه، أو الشامبيون خصم اللي قدامك اللي ممكن يكون مؤثر فيه فقط. مثلا لو تلعب انت في الميد لين مثلا، هي نفسها زونينج؟ لا ما لها صلاح. زونينج معناها تطلع واحد برا الويف والاكسبي رينج. زون اوف انفلونس الرينج حق الشخص اللي قدامك اللي هو في له تاثير عليه، فاهمني؟ مثلا لو بتلعب قدام سندرا في الميد وضيعت الكيو حقها، الكيو حقها ايش الرينج حقه؟ 900 في الجيم. طيب اذا الكيو عندها الزون اوف انفلونس حقها رينج كامل 900، دائره كبيره حولها، مظبوط؟ من يوم ما تستخدم الكيو، الكيو دان الأربع ثواني على طول الزون في إنفلونس حقها يقل. طبعًا هو لسه عندها الإي كمان، استخدمت الإي كيو زون في إنفلونس حقها قل، بس مع المحل تقدر تسوي فيه أوتوس، فاهمني؟ فقديش تقرب من الشامبيون وتبعد منه يعتمد على إيش الزون في إنفلونس حقه. طبعًا الزون في إنفلونس برضو يعتمد على الأبليتيز اللي شغالة عنده. على تلعب قدام ليونا عندها الالتي حقها ايش الزون اوف انفلونس حقها؟ 1200 ولا 1250. من يوم ما تضيع الالتي حقتها نلعب على زينث بليد، الزينث بليد حقتها موجوده، الكيو موجود، فاهم؟ هذه معناها زون اوف انفلونس. انت نفس الشيء كشامبيون عندك زون اوف انفلونس. لما يكون عندك فلاش مثلا، اني عندها فلاش وعندها الالتي حقتها، الزون اوف انفلونس حقها الرينج حق الفلاش بعدين الالتي، فلازم انت الشخص اللي قدامها يو ريسبكتد والعكس، فاهمني؟ It's a very simple concept. مفهومه advanced شوية، ما هو advanced شوية، ما يهمك إلا لما توصل high plateau diamond تبدأ تفكر of يعني of how to do tethering يسموها، أو حتى اللي هو auto spacing، whether you auto space ولا you tether. هذه كلها concepts ما يحتاج تتعلمها في بداية الجيم. شباب اللي بيتعلم الجيم، أنا من وجهة نظري الجيم يتقسم لثلاثة مراحل. مرحلة أولية أنت دوبك بديت الجيم بتجرب أي حاجة. المرحلة الثانية اللي هو أوكي اقتنعت من الجيم هذا بالنسبة لك حلو تبغى تتعلم عليه، أنا مسوي سلسلة اسمها تعلم أساسيات League of Legends للناس هدول، وبعدها الأدفانست. أنا اللي في النص وقبل الأدفانست بشوية أنا مسوي لهم سلسلتين، واحدة اسمها تعلم أساسيات في League of Legends وواحدة اسمها تعلم League of Legends. الهاي دايموندز والماستر ماني مسوي لها، يعني ماني مسوي لها حاجة، يعني ما تنفعني في الجولد إلا تنفعك إذا تعرف تسويها من دحين حتطلع بيها، بس إنها صعبة ما هي سهلة، ولازم تتعلم على كل شامبيون والماتشابس وهم، فما هي ضرورية حاليا بس تفيد طبعا، لو تعلمتها من بدري أفضل لك، بس تأخذ وقت عشان تتعلم. فأنا ما أبغاك تضيع وقت في إنك تتعلم الحاجات الصعبة هذه، أبغاك تضيع وقت في تتركز على الحاجات الأساسية بس. شوف الفيديوهات اللي أنا نزلتها، سوي علامة تعجب أساسيات وشوف. أبد عني إيه، روح طيب روح تعال ولا اوكي ثانك يو. هذا في هنا احد اكثر واحده يجي اوكي هذا مات واحده اوتو انا اللمسه الاخيره كنت بوديه. يلا طيب يلا
اوكي طب ادخل فوكالتي قبل ما يمسكك. اوكي مش في الهيل. اوكي نفس الشيء عندي التي يعني. عندي هيل قصدي. رن 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 اوكي رن 10 لايك لك هذا. اوكي اسرع افف الحياه